السلام عليكم. ممثلين كتير قبل اي مسرحية وقبل اي تصوير بيبقى عندهم باور زيادة، بيستغلوا الباور ده ان هم يهزروا وان هم يلعبوا وان هم يتكلموا ويضحكوا، والباور يقل، يدخلوا على التصوير او يدخلوا على العرض باورهم واقع، ايقاعهم واقع، ما عندهمش طاقة. فمهم جدا 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 لأبعد درجة ممكنة انك قبل اي مسرحية قبل اي تصوير انك تفصل تماما، انك اول اليوم تكون اكل كويس قبل العرض، ما تكلمش حد، تحاول قدر المستطاع ان انت تدخل في الشخصية، تحاول قدر المستطاع ان انت تركز، تراجع كلامك بالراحة، تبص على نفسك في المراية، تجهز لبسك، مكياجك، تظبط اكسسواراتك، تظبط دنيتك، وما تكلمش حد قدر المستطاع عشان تدخل وانت بكامل طاقتك وانت بكامل تركيزك وانت بكامل باورك. في ناس كتير ما بتعملش ده وبتطلع كويسة، مش معنى ده ان انت ما تعملش ده، لا، معنى ده ومعنى ان انت طلعت كويس ان انت لو كنت برضو هديت وظبطت حالك وركزت كنت هتطلع احلى واحلى. فمهم جدا تركزوا على الموضوع ده عشان ده موضوع مهم وبيفرق الطاقة عندك وبتفرق في ايقاعك ويفرق في باورك عن اي حاجة تانية. فابدأ ان انت ركز، ابدأ ان انت افصل، صدقني هتطلع كويس جدا. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.